حفل فني في مدينة ترم بحضرموت أحيته الفنانة الصاعدة ماريا قحطان نجمة برنامج أحلى صوت للأطفال، حيث يأتي هذا الحفل دعما لمرضى السرطان وذلك عبر عائدات تذاكر دخول الحفل لتوفير الأدوية للمصابين بالمرض. أنا جيت لسيون عشان أجي أقدم الغناء للناس وخاصة للأطفال الذي فيهم مرض السرطان، عشان لما أغني لهم يوصل لهم رسالتي. طبعا هم يعني بيكونوا فرحين كثير وأنا بكون أكثر منهم لأني أنا أفرح ناس أمراض الله يشافيهم. وصلات فنية شاركت فيها ماريا قحطان بالإضافة لفقرات غنائية أخرى شاركت فيها فرق فنية محلية وسط حضور نسوي كبير، بالإضافة إلى أوبريت فني تناول معاناة المرضى تحفيزا لهم حتى لا يشعروا باليأس من حالتهم الصحية. تأتي هذه الفعالية مع تزايد أعداد المصابين بالسرطان في وادي حضرموت، حيث بلغ عدد الأطفال المصابين خلال العام المنصرم 36 طفلا من مختلف مديريات الوادي والصحراء وفقا للقائمين على مركز الأورام السرطانية بسيئون. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة تريم حضرموت.